إذن هون عندي هاي الفانكشن اللي ضربناها كل مرة في دلتا تي، أنا عمالي باخذ القيم. هون راح أقسم الزمن هون لكابيتال تي. كابيتال تي اللي هي إيش؟ كابيتال تي السامبلينج تايم، الزمن البيريودك تايم اللي عنده كل مرة باخذ سامبل من الهاي. إذن هذا كابيتال تي كابيتال تي، وهذا هون راح ناخذه كابيتال تي كابيتال تي. هلا راح نيجي نقول عند اللحظات هذول، يعني خلينا ناخذ نعمل سامبلينج احنا هلا هون، خلينا نفترض انه تي مثلا، خلينا نفترض انها 1 ملي سكند. وهاي الفانكشن انا اجيت حسبت القيم تبعتها، خلينا اخذ حسب المربعات الموجوده هون، راح اعطيهم القيم، راح اجي اقول السيجنال هاي ات ار اوف 0 كانت قيمتها تقريبا انا شايفها هون 1.95 فولتس، وهون نزلت لتقريبا 1.75، وبعدين هون ارتفعت ل 2.6 بالعشره تقريبا، وهون صارت 2.9 بالعشره، وهون صارت 3 فولت. لو قلت لك انا، وخليني افترض انه هاي السيجنال ما لهاش قيم، هذا هيك خلص بدت من هاي تقريبا، ابني لي سامبل سيجنال من هون، شو راح يكون شكلها؟ ايش راح نيجي نعمل؟ راح نيجي نقول ار ستار اوف تي حسب المعادله اللي هون، راح اصير اخذ القيم الاولى تبعتها. هلا هون انا بالحاله هاي لاني بديت من زيرو، ايش راح تصير هذه عندي هون؟ من زيرو. من زيرو. هاي راح تصير من زيرو بهاي الحاله، لانه انا ما فيش عندي قيم قبل هيك. راح اجي اقول الان انه ار ستار اوف تي لهاي السيجنال بتساوي اول ترم ايش راح يكون؟ زيرو. لا مش زيرو، ار اوف زيرو لا تساوي زيرو بالحاله هاي، ار اوف زيرو شو بتساوي؟ 1.95. بايش هاي مطلوبه؟ دلتا تي. يعني شو بتقول انت دلتا تي؟ بتقول انه هي ما لها قيمه الا عند تايم زيرو، بس قيمتها صحيحه بس عند تايم زيرو، اذروايز هاي بطل لها اثر. مضبوط. زائد ايش القيمه اللي بعدها؟ 1.75. هاي بايش مضروبه؟ دلتا تي بلس دلتا تي ماينس كابيتال تي اللي هي 1 ملي سكند. اذا هاي راح تكون دلتا تي ماينس 1 ملي سكند. زائد لاحظوا هاي ما لها قيمه، ما لها وجود الا وين؟ بس عند هاي النقطه، ما لهاش وجود برا هيك. 2.6 كانها مومضات، كانها فلاش. 2.6 هاي عند وين؟ عند تي. اذا هاي مضروبه في دلتا تي ماينس 2 ملي سكندز، اذا بدناش نحط السكندز هي 2 ملي سكندز، 2 ملي سكندز. زائد الثالثه خلص هذه اجت 2.6 ومضى، صارت عند 2 ملي سكند، بعد 2 ملي سكند وانتهت راحت. ايش عندي هلا عند 3 ملي سكند؟ 2.9 دلتا تي ماينس 3 ملي سكند، واخر شيء 3 دلتا تي ماينس 4 ملي سكند الى اخره. طبعا بتكمل هاي. انا ليش حبيت اعطيكم هذا المثال؟ عشان ما تفكر انه ار ان اوف تي هي فانكشن، بطلت فانكشن. شو صارت الان؟ صارت رقم، خلص انتهت الفانكشن الاصليه، بطل. لما اجي اخذ هلا ايش اللابلاس ترانسفورم تبع هاي؟ 1. لا هاي 1، بس هاي ايش مضروبه؟ دلتا تي اللابلاس ترانسفورم تبعها 1، بس 1.95 دلتا تي شو بتكون؟ 1.95. هاي شو ترى اللابلاس ترانسفورم تبعها؟ لو انها كانت دلتا تي لحالها شو بيكون اللابلاس ترانسفورم تبعها؟ 1.75. بس شفتت باي 1 ملي سكند، ايش بضربها؟ اي تو ذا ماينس اس في ان تي، بس ان تي تي بالحاله هاي رح تكون 1 ملي سكند، فرح تكون اي. هلا خلينا نعملها، خلينا نعملها حتى نشوفها. انا بدي اياك فيزيكلي تحس شو بتحول هذا، ايش بتحول. خلينا ناخذ اللابلاس ترانسفورم تبعها هاي، رح امحي هذا الجزء هون وراح اخلي الايكويشن الاصلي. خذ اللابلاس ترانسفورم، اللابلاس ترانسفورم تبعها رح يصير ار كابيتال الاس الكابيتال الستار ايش بترمز؟ سمبل، انها سامبل، صارت سامبل. وكابيتال شو صار بترمز؟ انها ايش؟ لابلاس ترانسفورم. ناخذ 1.95 اللابلاس ترانسفورم تبع دلتا تي 1، اذا 1.95 في 1 زائد 1.75 كانت راح تكون في 1 بس في عليها شيفت اي تو ذا ماينس، راح تكون 1.75 اي تو ذا ماينس 1 اكسبوننشال ماينس 3 في اس. مش هذا هو الشيفت ان تايم؟ زائد ايش عندي بعدين؟ 2.6 اي تو ذا ماينس، هلا بطلت 1 ملي سكند، شو راح تكون؟ 2 ملي سكند اس زائد 2.9 اي تو ذا ماينس 3 ملي سكند اس زائد 3 اي تو ذا ماينس 4 ملي سكند.
ملي سكند اس الى اخره. انا بس حبيت تشوف هذا المثال عمليا تشوف عشان تتذكر. انا ما نسيت شو هي ار اوف تي اصلا. ايش صارت تحولت ار اوف تي؟ لمجموعه قيم، لمجموعه ارقام بالضبط. عمين طبقنا اللابلاس ترانسفورم على الدلتا والدلتا والشفت الدلتا بس. يعني لو انت دخلت على جدول اللابلاس ترانسفورم هون، ايش اللي رح تحتاجه من اللابلاس ترانسفورم؟ رح تفتش على ار شو هي؟ رح تنسى ار تماما، مين اللي بدك اياها؟ بدك الدلتا والشفتنج بس. بدك خصيصة الشفتنج اللي في اللابلاس ترانسفورم والدلتا. انا عشان ما اضلك ما تفكر انه انا بدي افتش هلا على اللابلاس ترانسفورم تبع شكل ار. ار تكون شو ما كانت تكون شكلها، ما بتهمني هلا صارت. شو بهمني؟ بهمني القيم تبعت ار عند النقاط هذه اللي موجوده هون، فحولناها لهذا اللابلاس ترانسفورم، صارت عباره عن سيريز اوف قيم مضروبه في اي تو ذا ماينس